وكان اسمه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أحد المتحدثين الرسميين في المؤتمر 44 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق العالمية، والذي افتتح عمله اليوم برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجانبين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.